بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نستكمل الكلام على شرح المحل لورقات إمام الحرمين، وكنا قد انتهينا أظن توقفنا عند أقسام الحكم الشرعي، لعل الأخ يقرأها حتى نختتم الكلام عليها. تفضل. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب من حيث وصفه فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. خاصية الواجب أيها الإخوة، الواجب له خاصية لا توجد في غيره، وهي خاصية أيضا للمحرم. الواجب والمحرم يشتركان في هذه الخاصية، وهي قضية العقاب، وجود العقاب. العقاب في المحرم على الفعل، وفي الواجب على الترك، فهما يختصان بالعقوبة. نعم. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. يعني المقصود أن العقوبة هذه التي هي خاصية المحرم وخاصية الواجب ليست بلازمة، لأنه قد يرد عليه العفو من الله سبحانه وتعالى، وهو عفو كريم غفار رحيم، وقد تحصل من العبد توبة وإنابة، وإن لم تحصل من العبد توبة وإنابة فهو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا أن فعل المحرم أو ترك الواجب، أو نقول أن من ترك واجبا وفعل محرما فإنه قد عرض نفسه للعقوبة، ولا يلزم من ذلك أنه يعاقب، قد يعفو الله عنه، قد تأتي عنده من الحسنات ما تغلب سيئاته هذه، لكنه من حيث الأصل هذا هو أن الواجب وأن المحرم يعني يختصان بماذا؟ بالعقوبة. تفضل يا أخي. والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. هنا ضابط مهم للمباح أيها الإخوة، المباح لا يوجد من الشرع ترجيح وميل إلى جانب الفعل أو إلى جانب الترك. متى ما وجد من الشرع وفهم من الشرع ترجيح للفعل أو ترجيح للترك فليس هذا من قبيل المباح. المباح هو الذي يستوي فيه الفعل والترك، أو بمعنى أدق هو الذي ترك الشارع فيه الاختيار، اختيار الفعل أو الترك، تركه وأوكله إلى المكلف، ترك الخيرة وجعل الخيرة في يد المكلف، المكلف هو الذي يختار، إن شاء أن ينام أو لا ينام، إن شاء يتحرك يمشي يأكل يشرب يلبس هذا النوع من اللباس أو لا يلبسه، يلبس يأكل هذا الطعام وهذا النوع أو يأكل هذا النوع الآخر، هذا كله من المباحات. متى ما ترجح الفعل أو ترجح الترك فهذا ليس بمباح. إذن المباح هو الذي ليس فيه ترجيح من قبل الشارع، ما استوى طرفاه
استوى طرف الترك وطرف الفعل، فهذا هو المباح. والمباح أيضا في ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب. إن حصل ثواب على المباح أو حصل أو قيل أنه يترتب عليه عقاب فهذا أيضا ليس بمباح. المباح نوعان، المباح نوعان: مباح مجرد وهو الذي نسميه بالمباح المطلق، ومباح وسيلة ليس بمجرد، صار وسيلة إلى شيء ما، فهذا ليس بمباح. هذا المباح النوع الثاني الذي هو وسيلة انتقل من كونه مباحا إلى شيء آخر، إذ صار وسيلة إلى مقصد آخر. نأخذ مثالا على ذلك: المشي، هذا يمشي بالسيارة أو على قدميه، إلى أين يذهب؟ إن ذهب إلى المسجد أو إلى طاعة من الطاعات فحكمه حكمها، إن ذهب إلى مكان محرم فحكم هذا المشي حكم هذا المحل المحرم. إذا كان يمشي هكذا فقط يتمشى، المباح الذي يقيده شيئان: التوسل به هذا واحد، والنية والقصد. ويصعب ويعز ويندر أن يتجرد المباح عن هذين الأمرين، عن التوسل وعن القصد والنية. لابد من حيث الواقع أن المباح متى ما وجد فيوجد معه ماذا؟ توسل أو نية أو كليهما، يوجد معه كلا الأمرين. يعني من النادر أن يمشي إنسان يمشي هكذا يتمشى بالسيارة أو على قدميه، نقول إلى أين تذهب؟ قال ما عندي مكان، أنا فقط أدور حول البيت وكذا أتمشى. طيب ما نيتك؟ نسأل الآن عن التوسل، يقول ما عندي مقصد واضح. طيب نسأله عن النية والقصد، ما مقصودك بهذا المشي؟ قال هذا المشي أنا أتمشى هنا لأجل لقضية من القضايا، مثلا للرياضة، مصلحة صحية، أو يقول لكي يعني أتنزه وغير جو ونحو ذلك. المقصود أن الأفعال المباحة إما أن تكون وسيلة أو يقترن بها قصد. نعم، فإن اقترن بها فهي فتتقيد بذلك، فتقيد بذلك كما هي في القاعدة الفقهية: الوسائل لها أحكام المقاصد. أي مقاصد؟ المقاصد التي هي الغايات. هذا المشي إلى المسجد، هذا المشي إلى دار، إلى مكان الفاحشة، فتتقيد الوسائل بغاياتها. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا النوع الأول الذي هو التوسل، القيد الأول. القيد الثاني الذي يقيد المباح ما هو؟ النية والقصد، كما هو في قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني إنما الأعمال بالنيات. ما نيتك من هذا المشي؟ ما نيتك من هذا النوم؟ بعض الناس ربما ما يستصحب النية، كثير من الناس خاصة عامة الناس لا يستحضرون النية وليست عندهم مقاصد، فتتجرد أعمالهم عن المقاصد. يعني تقول له: لماذا أنت تنام هذه الساعة؟ لماذا تأكل؟ لماذا تمشي؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ تسأله: ما نيتك؟ ما مقصدك؟ تجد أن النية عنده غير حاضرة وغير واضحة. لكنه هل يكون وسيلة إلى غيره؟ الغالب أنه يكون وسيلة إلى غيره. فالمباح نوعان قلنا: مباح هو وسيلة أو اقترن به مقصد ونية، هذا نوع، وهذا هو الغالب في المباحات. والنوع الثاني من المباحات ماذا؟ المباح المجرد وهو المطلق، الذي تجرد عن التوسل والغاية، وتجرد عن ماذا؟ النية والمقصد. هذا المباح المجرد قليل عزيز نادر، يصعب وجوده. هذا النوع المباح المجرد هو المباح، هو الذي يستوي طرفاه،
هو الذي لا ثواب فيه ولا عقاب. أما المباح المتوسل به فحكمه حكم مقصده، الوسائل لا أحكام المقاصد، وإذا اقترنت به نية ومقصد فالأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات. تفضل تفضل. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. ويترتب العقاب على فعله، نعم ماشي. والمكروه؟ والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. يعني هنا كلام ربما قد يكون فيه شيء من الدقة، وهو أن المكروه أيضا وحتى المندوب، المكروه والمندوب يلحقان بالمباح، لأنه قد يتوسل بالمكروه وبالمندوب إلى مقصد من المقاصد فيأخذ أحكام المقصد هذا. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل سواء كانت مباحة أو مندوبة أو مكروهة فلها حكم الغاية التي تفضي إليها. لأنه ماذا يقول هنا؟ قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، أما من حيث كونه وسيلة إلى غيره فهذا يأخذ شيء آخر، لأن الأحكام لها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. على كل حال المقصود في هذه الأحكام الخمسة أحكامها الذاتية، أما إذا استغلت هذه الأحكام وصارت مطية إلى غيرها كفعل المنافقين حينما يصلون رئاء الناس، يعني يصلي لكي يقال الناس عنه أنه ماذا؟ أنه يصلي وأنه صاحب دين، هذا اتخذ الواجب الذي هو الصلاة، اتخذ فعل الواجبات وهو فعل الصلاة، اتخذه ماذا؟ وسيلة إلى مقصد فاسد وهو المدح والثناء عند الناس. هنا الصلاة التي هي واجبة صارت ماذا؟ بدل ما يثاب عليها يعاقب عليها. فهنا المؤلف يعني يقيد، أو الأصوليون يقيدون ذلك، يقولون من حيث الأصل، يعني من حيث النظر إلى ذات الحكم المتجرد، أما إذا صار وسيلة فالتوسل هذا يعني يؤثر وينقل الحكم إلى شيء آخر، وكذلك النيات والمقاصد. فينتبه لهذين الأمرين، التوسل والنية والمقصد. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والباطل من حيث نعم وصفه. الصحيح أيها الإخوة، الفعل الصحيح أو العمل الصحيح، يعني قد يكون هذا العمل الصحيح في باب العبادات أو يكون في باب المعاملات. إذا كان في باب العبادات مثل الصلاة متى تكون صحيحة؟ الصيام متى يكون صحيحا؟ الحج متى يكون صحيحا؟ يقول المؤلف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، شوف عبارتين، قال ما يتعلق به النفوذ، هذا الصحة في المعاملات هذه، ويعتد به هذه الصحة في العبادات. يعني الصلاة إذا كان متى تكون صحيحة الصلاة؟ طبعا إذا وجدت الشروط والأركان، إذا وجدت شروطها وأركانها الصلاة فهي صحيحة. طيب إذا كانت الصلاة صحيحة ما معنى أنها صحيحة؟ يعني أنه يعتد بها، يعني يسقط القضاء، يسقط القضاء وكما يقال يخرج المكلف عن عهدة التكليف. يجب عليك أن تصلي الفجر، فقمت وصليت الفجر بشروطها وأركانها، خلاص نقول سقط عنك الخطاب وخرجت عن عهدة التكليف ولله الحمد، وهذه الصلاة التي صليتها صلاة صحيحة، يعني ماذا؟ أنها يعتد بها شرعا، فسقط عنك الخطاب وخرجت عن عهدة التكليف، لأن الصلاة ماذا؟
صحيحة. إذن الصحة في العبادات هو ما يعتد به، أي يسقط به القضاء ويخرج به المكلف عن عهدة التكليف. البيع متى يكون صحيحا؟ أو النكاح متى يكون صحيحا؟ العقود والمعاملات متى توصف بالصحة؟ ما معنى الصحة في باب المعاملات؟ البيع يكون صحيحا أيضا إذا توفرت شروطه وأركانه. إذا كان صحيحا البيع يجوز التصرف فيه، يجوز لك أن تأخذ هذا المبيع الذي اشتريته أنت، مثلا واحد اشترى كتابا أو اشترى قلما وكان العقد صحيحا، فله أن يستخدم هذا القلم، وله أن يكتب فيه، وله أن يهديه ويعطيه لمن أراد، له أن يتصرف. يتعلق به ماذا؟ النفوذ. النفوذ الذي هو ماذا؟ التصرف. وإذا نكح نكاحا صحيحا جاز له ماذا؟ أن يستمتع بهذه المرأة وأن يخلو بها، لأنها ماذا؟ لأن هذا العقد عقد صحيح. إذن نقول الصحة في باب المعاملات هو ماذا؟ ما تعلق به النفوذ، وفي باب العبادات ما اعتد به. والباطل العكس تماما، الباطل في باب العبادات ما هو؟ ما لا يعتد به. نقول صلاتك يا أخي هذه غير صحيحة، فلا بد أن تقضي هذه الصلاة وأن تعيدها مرة ثانية. ما خرجت عن عهدة التكليف، لا تزال أنت الآن تحت في ذمتك فعل هذه الصلاة، لأن صلاتك التي فعلتها صلاة باطلة. وكذلك البطلان في باب المعاملات ما معناه؟ عكس الصحة، ما لا يتعلق به النفوذ. نقول هذا النكاح غير صحيح، فلا يجوز لك أن تستمتع بهذه المرأة، ولا تحل لك هذه الزوجة أبدا، لا تكون زوجة لك. وهذا المبيع، هذا القلم الذي اشتريته أو الكتاب أو السيارة، هذا عقدك عليه عقد باطل، ولا يجوز لك أن تستخدم هذه السلعة أبدا، ولا أن تعطيها لغيرك، لأنه ماذا؟ لأنه بيع باطل. تفضل يا أخي. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قوله ما لا يتعلق به النفوذ هذا في باب المعاملات، ولا يعتد به في باب العبادات. نعم. بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا من شروط وأركان. أيوة. عقدا كان أو عبادة. نعم. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداء. يقول المؤلف عقدا كان أو عبادة، قدم العقد على العبادة، مع أن العبادات هي الأولى أن تقدم دائما، باب العبادات أولى أن تقدم لأنها حقوق الله سبحانه وتعالى، لكن هنا قدم العقد على العبادة لأنه قال ما لا يتعلق به النفوذ وهو العقود، ثم قال ولا يعتد. العبادة هي التي يعني رتبها ترتيبا كما يقال، هذا إيش يسمونه في البلاغة، يعني طي ونشر، مرتب هذا، ها هذا مرتب. نعم تفضل. والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. يعني العقد كأنه يزيد على قضية الاعتداد به قضية ماذا؟ النفوذ. النفوذ الذي هو ماذا؟ التصرف، التملك، السيطرة على هذه السلعة، وهذا لا يوجد في العبادة. نعم، العبادة فيها فقط قضية الاعتداد. نعم. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. أيها الإخوة، قضية المصطلحات قضية مهمة. أنا أتمنى من كل طالب علم أن يلقي باله وأن يعطي اهتماما كبيرا لقضية المصطلحات. لو أننا أيها الإخوة حررنا المصطلحات فإننا سنسلك مسلكا سليما ونهجا صحيحا وسطا. المصطلحات أيها الإخوة تدخل من باب المصطلحات آفات عظيمة وانحرافات وأخطاء تتعلق
بالشريعة والدين وأمور الدنيا. قضية المصطلحات، كثير من الكلام الذي نسمعه في الإعلام تجد أنه يرجع، لو أنك نظرت إليه يرجع إلى قضية المصطلحات، إما أنه يحصل تلاعب في المصطلحات وتحايل في استعمالها ونحو ذلك. فينتبه، ينبغي أن يتفطن إلى قضية المصطلحات. المصطلحات في باب العلوم، في العلوم الشرعية، لها شأن عظيم، لها شأن عظيم كبير، كما أنه في أمور الدنيا في فهم لغة الإعلام وكلام الناس لها شأن أيضا. يعني المصطلحات في كل بلد تجد أنه عنده مصطلحات، ربما تجد أن هذا المصطلح في بلد آخر يعني قد يكون هذا اللفظ من الأمور المضحكة، وفي بلد آخر يعني من الأمور الحرجة الصعبة، وهي مسألة مصطلحات كما يقال، يعني ألفاظ اعتيد عليها. يعني أحيانا بعض الطلاب يأتي في يدرس في الجامعة الإسلامية من دول شتى، دول من باكستان ومن إندونيسيا ومن دول الجمهوريات أوزبكستان طاجكستان، وأي أحيانا من دول البلقان ألبانيا ومقدونيا ونحو ذلك، أو دول أوروبا وغرب أوروبا، أو من الدول الأفريقية. فتجد أن المصطلحات لها في تركيب الأسماء وفي بعض الأمور لها تأثير عظيم عجيب، قد يصل أحيانا إلى درجة يعني الحرج أو الضحك وهذا. ما أدري أحد يسعفنا بمثال لقضية المصطلحات وتنوعها واختلافها من بيئة إلى بيئة ومن دولة إلى دولة. نعم، في أحد يعطينا مثالا؟ تفضل بندر. تقول معناها قرد في لغة الهنود. نعم، اختلاف الألفاظ، طبعا اختلاف الألفاظ وهذا بالنسبة للغات هذا أمر مؤكد مؤكد. نعم، لكن أحيانا حتى في لغة واحدة من دولة أو من بيئة إلى بيئة أو من دولة إلى دولة تجد أن بينهما يعني اختلافات عظيمة جدا. و نعم تفضل. أيوة أيوة، هو طبعا اختلاف، يذكر أخ مثال، لكن الاختلاف بين اللغات ماشي، هذا يعني أمر مفروغ منه متفق عليه. نعم، لعلنا نتوقف الآن أيها الإخوة ونخصص اللقاء القادم إن شاء الله بالأسئلة وننتهي من الدرس الذي بين أيدينا. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.